اللحظات الأخيرة في هذه الحياة هي أصعب اللحظات، عندما يسمع الإنسان نبضات قلبه، عندما يشعر بصعوبة نفسه، النفس يخرج وبصعوبة يدخل ثم يخرج، وتبدأ الحياة حوله تتغير. نحن ما ندري الذي مات كيف مات، ولو قدر أن أحدا من الذين ماتوا أرجع إلى الدنيا وسألناه كيف كانت لحظاتك الأخيرة لسمعنا عجبا، ولسمعنا ربما قصصا مات الناس منها قبل موتهم مرات ومرات. حتى قال عمر بن الخطاب يوما يقرب صورة الموت للناس لما سأل أحد العلماء السابقين، علماء بني إسرائيل الذين أسلموا، قال: كأن السماء قد أطبقت على الأرض وأنت بينهما، وكأن نفسك يخرج من ثقب إبرة. تخيل، هكذا هي اللحظات الأخيرة. أحد العلماء اسمه إبراهيم النخعي احتضر، أي جاءته ساعة الوفاة ولحظة خروج الروح، وكان يردد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله، يردد ويردد، ثم دمعت عيناه فسئل، قيل: ما الذي يبكيك يا إبراهيم وهو عالم من العلماء؟ قال: سأجلس الآن وسيجلس عندي ملك الموت الآن. الآن بعد قليل، بعد لحظات، سيأتيني ملك الموت، وما أدري سأبشر بالجنة أم بالنار. هكذا كان الصالحون يخافون من الموت، لكنهم في نفس الوقت يستعدون له. كلنا سنمر بهذه اللحظات، لكن فرق بين من يصرخ ويتمنى الرجوع للدنيا ويبدأ بالندم واللطم على وجهه يريد أن يرجع فيصلح ما أفسد، وبين من يقبل على خالقه بين الخوف والرجاء، وقد غلب ربما جانب الرجاء وهو أفضل عند موته، فيقدم على رب كريم رحيم غير غضبان. أحد الصالحين، أحد العلماء اسمه الشعبي، معروف من العلماء، لما احتضر أخذ يردد الشهادة ثم قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي. أحتسب نفسي عندك يا الله. فسئل: بما تشعر يا شعبي؟ ما شعورك الآن؟ قال: والله لا أشعر إلا بالرضا والتسليم لله، أنا راضي ومسلم لأمر الله عز وجل. قال الحسن: أفلح من شعر بهذا، أفلح من شعر بهذا عند الموت. هكذا سنة الحياة، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، إنك ميت وإنهم ميتون. كلنا سنقدم على هذه الحال، وستأتينا هذه اللحظات الأخيرة. من الناس من تكون لحظاته الأخيرة ندم وحسرة وويل وثبور، ومنهم من تكون لحظاته الأخيرة فيها استبشار واطمئنان، ومن أحب لقاء الله في تلك اللحظات أحب الله لقاءه. أسأل الله أن يثبتنا في تلك اللحظات، وأن لا نموت ولا نلقى الله عز وجل إلا على الإسلام والدين. أسأل الله أن يثبتنا على العمل الصالح والإيمان الصادق حتى نلقاه جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.